صباح الخير قرائنا الاعزاء، قراء بوابه بيتو من محافظه البحيره احمد عبد العزيز وخاصه مدينه المنهور وامام مدرسه الشهيد الرائد احمد بهجت مناع، وموعدنا مع اول يوم في امتحانات الشهاده الاعداديه الفصل الدراسي الاول. وسط استعدادات مكثفه من مديريه التربيه والتعليم بقياده الاستاذ يوسف الديب وكيل وزاره التربيه والتعليم بالبحيره. مدرسة الشهيد الرائد أحمد بهجت مناع وسابقا مدرسة الجمهورية تعتبر من أهم المدارس بالشهادة الإعدادية في مدينة دمنهور. وإحنا في انتظار دخول الطلاب إلى أداء مادتي اليوم، مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية. طبعا في إجراءات مشددة في استلام تفتيش، ان محدش ممنوع يدخل حد بالمحمول باجهزه المحمول، واحنا ان شاء الله نشوف ده مع بعض عند فتح البوابه لدخول الطلاب ان شاء الله. عدد اللجان 627 لجنة على 18 إدارة تعليمية في محافظة البحيرة، وكان في اجتماع مسبق لوكيل وزارة التربية والتعليم للتأكيد على توفير المناخ المناسب لإجراءات الامتحان. زي ما انتم شايفين معانا بدا دخول الطلاب، نتمنى لهم النجاح والتفوق ان شاء الله واجتياز هذا الاختبار ان شاء الله. طبعا اثناء دخول الطلاب بيتم تفتيشهم لمنع دخول اي اجهزه المحمول لمكافحه اي اعمال الغش وتاكيد على شفافيه الامتحانات. اداء Vivo.